زرعه. ها سم نقول في زرعه اميز لوحه عندنا، اميز لوحه عندنا زرعه. من يفتح الباب؟ ها وينكم؟ ها فتح الباب ب5000، فتح الباب ب5000. اذكر ربك يا غافل وعلمونا من يزود. ليه ب7000؟ ب7000 يا سلام، 7000. ها زراعة أقول 9000 ريال. يا سلام عليكم يا مميزين. ها من يزود من يزود؟ أحلى لوحة عندنا زراعة 666. أنا أقول 12000. زود يا صدقي، زود يا سنايدي، لا تطير علينا اللوحة يا رحمة. أقول وش بك روعتني، خلهم يتميلحون، كل واحد يزود ويجيبون أقصى ما عندهم، يدقون طبلونهم هم من أفاجئهم بهجمة مرتدة. 85000 ريال. 85000 ريال. وينكم يا المميزين؟ وينكم؟ ها زراعة على زراعة 85000 ريال. ها نبيع. زود يا صدقي، زود يا سنايدي، زود. جالسن على كتر في ذا، والله يا مطار ذا اللوحة تبتسي بدال الدموع دم. أقول اركد ولا تقعد نغز فيني، وصخت بشتي. 100000 ريال. 100000 ريال. 100000 ريال. زرعة 120000 ريال. الحمد لله 140. يا سلام عليك يا مميز، 140000 ريال. ها من يزود؟ يلا يا سنايدي. 140000 ريال على لوحة 666 زرعة. شوف يا سنايدي، ترى ملزم أخونا أضاري على اللوحة، ما يصير أنت تزيد وهو يزود، ما راح أحد يستفيد، ملزم عليها يعني ما أخذها. 140. ها في أحد يزود؟ نبيع. 150000 ريال. يعني مصمم انت؟ الحمد لله لا تجيك اللوز بس. 170. 170؟ 170000 ريال. يا السلام عليكم. ها من يزود؟ اقول لك كم تاخذ وتطلع برا المزاد يكفيك عشرة. 180000 ريال. كفو. 180000 ريال. ها من يزود؟ هذه الهجمة المرتدة. 200000 ريال. 200000. 200000. يستاهل. ها نبيع. يستاهل. أقول يكفيك 20 وتظهر منها. شلون؟ 20 12 لك و8 لي، بس بدون ما يدري خويي. مبروك عليك سنايدي. ها 200000. 200000. ها لوحة الموسم اللي ما فيها في الدنيا أبد، مميزة. نبيع. يستاهل. نصيب. شلون قدرت تقنع انه يطلع من المزاد ب 25000 بس؟ عز الله انك ساحر. الفهلوه يا صديقي، الفهلوه والحنكه والفراسه في السوق. كفو تلعب دورها. نعم. ايه تدري اني خميتها لك؟ عجيب. ايه كان بيوصلها الين 500000 على قوله. قلت له انا صديقي ضاري هذا الصدقي الكاش، يبي يوصلها الى 1000000، اطلع برا الموضوع. كفو. ما دريت الا هو كش من الموضوع رجل. ونوصلها لاكثر من كذا. انت تدري يا ابوي ان انا ذي اللوحه لو فاتتني بيضيق صدري ضيق تماك بها ضيقه. تفداك 100 لوحه سم. كفو. هات 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 خلني اتحسس. تخيلها باللوحات الطوال. الله اكبر. ابو الشباب الله يكثر من امثال. بصراحه يا اخوي منصور هذا ثالث مزاد نطلع به مبلغ محترم. اقول مدام لعبنا عليه بهالسهوله، ايش رايك نروح ونبيع هاي شيء؟ ها والله فكره. قول بس وش نبيعه. ايه انت بس تعال معاي وانا اتصرف. تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه. هلا والله. هلا بغريمي. هلا بالمنهزم. انا الحقيقه تراي وانا اخيك يعني ودي
خصمي لا منه انهزم يتقبلها بروح الرياضية. رياضية ولا الجزيرة؟ أقول لك اقطع اقطع. لا طال عمرك خذ راحتك، ويقولون ما يكسب إلا الشاطر، وأنت تستاهل. أموت أنا في الروح الرياضية. الحقيقة أنت بيرفكت، أنت بديع، أنت إنسان روحك رياضية. الله يسلمك. بس أقول هذا كرتي، وأنا متخصص في كل شيء مميز، أرقام مميزة في كل شيء، في كل مجالات الحياة. تفضل. طال عمرك تأخرنا الله يحييك، وش رأيك نمشي؟ أقول اصبر. وش عندك يا أبوي شيء مميز؟ كل شيء. خذ مثلا عندك السواق. طال عمرك ترانا تأخرنا مشينا. أقول اصبر. قلت لي السواق، وش بالنسبة للسواق؟ أعرفك على نفسي، أخوك منصور، وهذا خليل مدير أعمالي. حصل لنا الشرف يا أخ منصور، وأحب أعرفك على مهدي سكرتيري المميز. لكن إني أقول إن الحجز هنا بيطول، ورا يا أبوي ما تلحقونا للكافيتيريا اللي جنب المزاد بمواتركم. وش قلتوا؟ هي تشرفنا طال عمرك، لان الشرف اني داري. يلا وراي. يلا. يا هلا يا هلا بالشباب. تفضلوا تفضلوا. ايش تحبوا تشربون يا شباب؟ يا سوري اكسكيوز مي، اقول الفقه. هنا عندهم عصيرات كثير ممتازة، في عندهم تريبل 1، تريبل 2، تريبل 3، تريبل 4، وانا انصحكم فيها على ذوقي. تريبل 1 فور دام شو فور مي. طبعا المميز للمميز. ميرسي بوكو. هالنصاب ذا من وين طلع لنا هذا؟ بياكل الجو كله علينا. ها؟ وش عندك لي من الأشياء المميزة يا أخ منصور؟ طبعاً العم منصور عنده أشياء كثير مميزة. إيه كثيرة كثيرة حيل. وش فيه بعد؟ أرقام جوالات؟ يا حبيبي ضاري يملك أطلق رقم جوال في المملكة. بعدين اقعد بها أنتو الجوالات اللي عندك، جاكم الصفر ما شيء يعيقه. لوحات سيارات بالهبل عند أرقام مميزة ولوحات سيارات. وش عندك بعد يا سنايبي؟ عز الله في ذي الصدق. وش عندك؟ لا في أشياء كثيرة ما تعرفونها. كنت تقول لي عندك سواق، وش سالفت هذا؟ إيه ذكرتني، ترى على فكرة أنا ممكن أجيب لك سايق رقم إقامته مميز 10 5. أوه very interesting. جيب لي إياها بسرعة. إيه بس هذا مسيوم مبلغ كبير. بالنسبة للدراهم لا تشيل هم أبدا يا حبيبي، أي شيء تبغاه موجود. وإن بغيت شيء نسق مع صديقي المميز مهدي. والنعم والله. بدأ يلعب على كبير الخبيث. ما يصير يا ولدي يا ضاري، هذه رابع مرة نأجل الزواج هذا. إذا بخاطرك شيء علمني لا تستحي. الناس بدأوا يتكلمون من كثر ما أجلنا الزواج هذا. الحقيقة يا عمي I'm so sorry، أنا في غاية الأسف. بشوفه أنا أخوك لذ غدي مخفة. ترى هذا زواج مو هو بلعب، هذا الزواج يعتبر رابطة العمر. أيوة يعني يا عمي اللي أقصده إن هذا يوم واحد في العمر، فالارتباط فيه لازم يكون في تاريخ مميز، صح ولا لا؟ زين، مش أنت اخترت تاريخ 9/9/1999، ليش بطلت من اليوم هذا؟ نعم صحيح، لكن للأسف أبو عبد الله مجدونا ماجد عبد الله اختار هذا التاريخ لاعتزاله، وأنا أبو عبد الله غالي علي وما أحب أخرب عليه. طيب
طيب يوم انك تختار تاريخ 1/1/2001 ليش بطلت عن اليوم المميز هذا؟ عز الله في هذه انك صدقت عداك العيب وانا اخوك، لكن قالوا لي ان هنا يومنا اميز اللي هو 2/2/2002. طيب عليك نور، يوم انه جاء تاريخ 2/2/2002 ليش بديت تقول ما ابغى اليوم هذا؟ لسبب وجيه، وهو يعني ابغاك تفكر معي في رقم اميز منه، وانت رجال بخيص وفهيم وتفكر فيها زين، فكر معي بذمتك الحين، اي زين ازوج بنتك 2/2/2002 ولا اني ازوجها 2/2/2022؟ شوف الرقم المميز يا ربي، فكر فكر يا عمي بتلقاني صحيح 111%. 2/2/2022 يعني بتجلس خاطب بنتي 22 سنة بالضبط، وهذا رقم مميز جدا لصالحي ولصالحكم أيضا. أنا اللي بوريك الشيء المميز اللي ما عمرك شفته، ما بنقص منه. أقول اصبر إنك تجاوزت الحدود قليلا يعني. لا يا حبيبي، انت مين يا حين اعطيك الحين 111 ضربه ولا اعطيك 1/0/0 اميز؟ اقول اطلب لي الاسعاف بس رقم مميز اسعاف. لا وزيدكم الشعر بيت عقب الخناقه والانفعال اللي تبادلنا فيه الاراء والايدي وتعاونت معنا فيها، قليل الادب مرسل لي سيارة إسعاف رقمها ما هو مميز، شوفوا قلة الأدب. أنا ما لحق ما لحق. ها الله، أنا ما أدري شلون أنا كنت بتزوج بنت هالمهبول هذا. يا ابن الحلال أحمد ربك أحمد ربك، أنا بعد استغربت أنت شلون ترضى تتزوج بنت واحد جاهل. الموضوع أكبر من كذا يا سنايدي، أخته الله يحفظها ويصلحها هي اللي ملزقتها بظهرها. لا يا أخوي لا، مالك لوى، أنا تراي ولا أخوكم ما نبهر والعبث، هذه يا جماعة جايبة في محصلة المتوسطة جايبة 88.88 من 10، أنا وين ألقى واحدة متميزة مثل هذه؟ اسمع هالكلام، والله عليك اسمع هالكلام، من قال لك هالكلام؟ أنا أقول ذا الكلام ليه؟ ما هو صحيح؟ ما هو بصحيح، طب يقول لي صحيح، طبعا ما هو بصحيح، قال لي صحيح. لقيتها عندي لك واحدة مميزة. نعم، ولحسن الحظ ترى لو تلف الدنيا كلها ما تلاقي مثلها، لحسن حظك يعني انها المميزة تصير اختي انا يا محاجيك. بدأ يلعب على كبير الخبيث. اقول تراك شوقتني، كم مسيومة اقصد وش هو الشيء المميز فيها؟ الرقم 6، حياتها كلها رقم 6. يا سلام، شيء ممتع، شيء بديع، علمني كيف. خذ تاريخ ميلادها مثلا يوافق 6/6/66. ماي جاد، بيرفكت نمبر. سلام، كلها ستات، رائع. سترى كم ماشية هذه؟ ايش اللي كم ماشي يا ابو؟ ايش فيك انت؟ ايش فيك يا ابوي؟ انت اللي ايش فيك الله يهديك، ذي تطلع اكبر منك بواجد. نبر، موضوع ما يهمني. No problem. هي يا حبيبي 6-666 دير. بديع، انا مستعد ادفع فيها المبلغ اللي تطلبونه. لا، وما بعد شفت شيء. اوه، وهنا شيء بعد؟ تزوجت 5 مرات وانت بتصير السادس. رائع، ممتاز، بيرفكت. منصور، ابيها يعني ابيها. يا ابن الحلال اصبر اصبر على رزقك اصبر. تدري كم ولد عندها؟ بليز ويت، لا تقول لي عندها 6 اولاد عشان ما اقعد انهبل وانتثر عليكم من الفرحه. جبتها يا يس، ممتع بل رائع. خذ معدلها مثلا، جايبه معدل 66% و66
66/10. علمني يعني كم هي جايبة في السوق؟ قصدي كم جايبة في المتوسطة أو في الثانوي أو في الكوليج يعني في الجامعة؟ وهذا هو الأكثر جزء امتاعا في القصة. هي أصلا ما دخلت لا متوسطة ولا ثانوية. تدري ليش؟ ليش أبوي؟ لأنها رسبت في الابتدائية 6 مرات. شوف يا أبوي، 6 مرات ولا 600 مرة ولا 6066 مرة؟ أبيها يعني أبيها. هيا هيا منصور هيا. يلا يا ولد يلا. تعالي مازنة سمعيني سمعيني زين، ترى العريس بيجي يبي يشوفك وأبيك تهبلينه تبهرينه، يحب كل شيء كل شيء مميز. أمس اشترى لوحة سيارة ب200,000. بس هذا صغير علي، صغير كثير يا منصور. يا بنت الحلال هذا الشيء ما يهم، أهم شيء عنده هو الرقم 6 في حياته. أبيش تحفظين هذا الشيء زين. ركزي، أنت تزوجتي 5 مرات من قبل مو مرتين، انتبه لسانك يزل. ويلا جهز عيالك الستة. بس أنا عيالي 3. اي والله هذه مشكلة. شو السوات الحين؟ خلاص هذه مو مشكلة، أنا بدبر لك عيال 3 إضافيين. وليه قلت لأنهم 6؟ إيش فيك ما تفهمين يا مزنة؟ أقول لك الرجال يحب كل شيء مميز، كل شيء في رقم 6. على هالأساس أنا سويت هالقصة. بعدين تعالي قولي لي أنت أي سنة مولودة؟ وأنا وش دراني؟ يعني أنا اللي أدري كل شيء أدبر أنا يا مزنة. خلاص انت بس جميلي تبعيتك عساس اغير عيد ميلادك اخليه رقم 6. باقي بزور صغار، دول كلهم كبار ما يصلحون. ابي واحد 10 سنوات 6 سنوات. خلني اغير مكان يمكن اشوف. يا سلام، هذا التميز وإلا فلا. شوف رقم إقامته المميز 10 5. يعني أنت بحياتك مر عليك يكون عندك سائق إقامته 10 5؟ في تميز أكثر من كذا؟ الحقيقة نسيبي هذا قاعد يدخل السعادة والسرور إلى حشاشة فؤادي في كل فترة وأخرى. الحقيقة ما نعرف كيف أشكره. هذا يا بابا صور هذه 100 نسخة عشان أقهر فيها ربعي مثل بعض الناس. يلا روح. أسمع يا ضاري، أسمعني زين، منصور ذا أنا ماني مطمن له، وباين عليه من تقاطيع وجهه أنه نكبة وناوي ينكبك بذا الزواج. لا أقول ترى ما يبيلها نشدة شيخ، هل فيك هذا أعراض الحقد، هذه غيره غيره يا ابوي. وبعدين انت شفت ترى كل الناس تقوله، يقولون الغيره ما هي بزينه، اذا غرت واجد وحقدت في قلبك جمعت ترى يصير معك عنقز. عنقز ياي. تكفى اقرب لنا، طال عمرك انا بمصلحتك. والله ابي مصلحتك، هذه اكبر منك بواجد. ايه يا حبيبي، بس المهم الاخلاق. بعدين في نقطة أساسية هنا، حرمتك أنت أرقامها مميزة؟ ها؟ لا والله. شفت يا ربي الغيرة، وش زين بهالولد اللي يغار كل شوي والثاني. اخس عليك، أنت وين بتلقى حرمة أرقامها مميز؟ يعني شوف هذه مولودة في 6
1966، هذا تميز. بعدين عنده 6 عيال أيضا، متزوجة 5، وأنا إن شاء الله بكون السادس. يا ربي وش هالسعادة هذه كلها، حققت لي كل أحلامي. Thanks God، شكرا يا ربي. أنا ما بسوي فيك شيء، بس قل لي وين هلك وأنا أتفق معاهم وبعطيك فلوس تجي معاي. دليني هلك، ها، بعطيك فلوس. يلا تعال معي، يلا 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 تعال 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 تعال. عذبتوني، مرمرتوني، دوختوني، وقف أنت يا شري. وش فيك يا منصور؟ ومن ذول؟ هذول بقية عيالك تسلفتهم لك. ومن وين جبتهم؟ هذا جبته من عند الإشارة، تسلفته لك وجبته. أما هذا، هذا خرب بيتي، هذا الشري، هذا عاد دفعت لأمه 500 ريال وتسلفته من عندها 3 أيام بس. أما الطويل هذا، عاد هذا يا مزنة أكثر واحد عذبني. يلا خشوا داخل، يلا يلا خشوا يلا خشوا. ومن وين هذا جبته اللي عذبك؟ هذا الله يسلمك، ابوي يبيع جح في الشارع وكله قاعد عند السيارة. انتظرت 4 ساعات لين دخل ابوه الحمام ورحت اخذته وجبته. وكل هذا لاجل اللي اسمه ضاري؟ اللي اسمه ضاري هذا اللي بيعزنا وبيرزنا، هذا عنده ملايين وارثها من ابوه، فاهمه؟ ملايين. فكرتيني، خذي هاج، خذي. وش ذي بعد؟ هذه شهادة ميلادك، زورت، دفعت دم قلبي فيها عشان يزورونها، خليت تاريخك الهجري مثل الميلادي. يعني لو ضاري قرأ تاريخك بالهجري مثل الميلادي. 6/6/66. زينو، ومتى العرس؟ العرس نصبر لين نشوف يوم مميز. المهم انت الحين، المهم ركزي على رقم 6، كل شيء يسألك عنه قولي 6، ولدتي في 6، كل شيء فيه 6، مفهوم؟ مفهوم. بس في مشكلة. وش هي؟ اسمك من 4 حروف، يبلين نشوف حرفين إضافيين لجل يصير اسمك 6 حروف.